مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتنا المتواضعة في تقنيات مبتكرة، حيث اليوم سنشرح لكم في فيديوهنا الجديد سنقوم بشراكة في توصيل طابعة إبسون من الكمبيوتر عبر شبكة الواي فاي وكذلك عملية تحميل تثبيت برامج طابعة إنترنت. أخيرا ستناول كيفية استخدام الطابعة بكل سهولة، أولا توصيل الطابعة بالشبكة، ثانيا تحميل برامج الطابعة، ثالثا تثبيت برامج الطابعة، ورابعا اختبار الطابعة، وخامسا استخدام الطابعة. فخليكم معنا فاصل وراجعين. 5 4 3 2 1 جو. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. اولا سنكتب اسم الموقع إبسون، فهذا هو الموقع، سنترك لكم اياه في التعليقات او في الوصف. اولا نكتب اسم الموقع www.ibson، فهذا هو الموقع الرئيسي لطابعة إبسون. فبنكبس على سبورت. ثانيا نكتب اسم الطابعة اللي موجودة عندنا ايا كان نوعها من إبسون. فاسم الطابعة احنا عندنا AT2814، فهذا هو اسم الطابعة طلع عندنا، فبنكبس عليه بنحمله. واولا نبحث هون عندنا شو في اسم الويندوز اللي محمل عندنا، ويندوز 10، ويندوز 7، ويندوز 11. فاحنا عندنا موجود ويندوز 11، فبنكبس على ويندوز 11 الموجود عندنا على الكمبيوتر، بنكبس جو. فهذا البرنامج اللي بدنا نحمله للطابعة عندنا. فبنكبس على إشارة الزائد مشان يطلع عنا داونلود وبنحمله على الكمبيوتر. فهاي داونلود طلعت عنا تحميل، فبنحمل البرنامج على الكمبيوتر فتحمل عنا، يعني البرنامج ما ثقيل يعني خفيف وحسب الانترنت عندك. فبنروح الآن على البرنامج اللي حملناه لطابعة إبسون. طبعا هذا البرنامج اللي بدنا نثبت عليه برامج الطابعة وبدنا نعرف عليه الطابعة كاملا. وهذا اسم البرنامج عنا، اتفاقية ترخيص، تعديل الخيارات، الاعدادات، تثبيت، تحقق من الوظائف، والانهاء. فبنحط قبول. هل قرأت اتفاقية ترخيص برامج وقبلتها؟ نعم. فبطلع عنا هيك سماح بجميع معلومات استخدام البرامج، فبنحط التالي. فبيقول لك هون انه انتهيت انت من الحبر، عبيت طابع حبر. فبتقول له هل فبتقول له نعم انتهيت، لقد انتهيت من تعبة خزانات الحبر. فبتحط التالي. فبنستنى حتى ينزل برامج تشغيل الطابعة. فثواني وراح يتحمل عنا حسب الانترنت عندكم، اذا كان بطيء واذا كان سريع حسب الكمبيوتر الموجود عندكم. فبننتظر ثواني حتى يحمل كافة البرامج عندنا. فالآن انتهينا من تثبيت جاري تثبيت برامج تشغيل المسح الضوئي. فالآن بنروح على الطابعة وبنشغل الطابعة عندنا، بنكبس عليها كبسة. فبيقاضي عندنا الزرين تبع الباور تشغيل
وتابع البحث عن الشبكة، فبنستنى حتى يستقر الضوء. فالآن استقر عنا الضوء مثل ما شايفين. فالآن بنروح بنكبس على البور كبسة طويلة تقريبا ثانيتين، فبتقوم بالبحث عن الشبكة حاليا. فبنروح بنرجع على البرنامج عنا، فهو عم ببحث عن الشبكة وببحث عن الطابعة كذلك. فهذا هو عنا طلع اسم الطابعة وعنوان وعنوان الاي بي، كل شيء موجود عنا. فبنكبس على اللي طلع عنا اسم الطابعة الموجودة عنا. فبنحط التالي، فجاري تنزيل إبسون وجاري تثبيت. حاليا تعرف عنا على الشبكة وشبكنا على الواي فاي الموجود عنا، وحاليا عم ببحث كذلك عن الواي فاي. وحاليا ننتظر حيث يتم الانتهاء من التثبيت. فهذا هي التحديد برامج الطابعة. فبثبت طابعة البرامج موجودة عنا الكمبيوتر مشان نقدر نستخدمه. فالبرنامج موجود عنا مطلوب تثبيت برامج الطابعة. برنامج تشغيل الطابعة أولا يتيح لكم التحكم في الطابعة من جميع النواحي، تعيين نوع الورق وحجمه وتعيين جودة الطابعة مع ذلك. وبرنامج ثاني برنامج مسح الضوئي يتيح لكم التحكم في المسح الضوئي في جميع النواحي. والبرنامج الثاني أدوات مساعدة للمسح الضوئي إبسون سكان. فهذا البرنامج يحفظ لكم برامج إضافية للصورة الممسوحة ضوئيا كمان في PDF. والبرنامج الثاني يضع لهذا البرنامج إضافي كذلك كلمة المرور للصورة. والبرنامج الثالث تشغل الدليل على الإنترنت. يبدأ تشغيل استخدام إبسون في الكمبيوتر. فالبرنامج الرابع إبسون فوتو. فهذا البرنامج يتيح لكم من استخدام إذا بتكون تطبع صور شخصية، فيتيح لكم طباعة صورة بكل سهولة في برنامج طوال من دماجد نماذج باستخدام الطابعة. وهذا البرنامج أيضا يتيح لكم إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية وحفظ صورة ممسوعة ضوئيا أو إرسالها. وكذلك البرنامج التالي يتيح لكم تحديث برامج طابعة إذا كان البرنامج بدو تحديث أو نازل تحديث جديد، فما في داعي بتروح على موقع وتبحثهم عن تحديث جديد. فهذا البرنامج بعطيكم التحديث إذا كان في تحديث جديد فبيحدث لوحده. وأخيرا آخر برنامج يحقق لكم من حال الطابعة ويحاول استعادة الطابعة عند وجود مشاكل في أثناء الطابعة. إذا كان في عندكم مشاكل بالطابعة بالحبر بالورق وإذا ذلك، فهذا البرنامج تفوتوا عليه فبتشوفوا شو مشكلة الطابعة فبتحلوها. فهاي البرامج جميعها لازم نثبتها مشان نستفيد من مزاياها. فأخيرا بنحط تثبيت مشان نثبت البرامج عنا وننصبها على جهاز الكمبيوتر. فبنثبت الآن البرامج ويتم تثبيت البرامج. وأخيرا انتهينا. إذا بدكم تطبعوا صفحة اختبار فبتطبعوا وبتشوفوا الطباعة كيف. فأخيرا بنحط التالي، فما بدنا نطبع صفحة اختبار. فننتقل للبرامج التالية، حيث الآن انتهينا من تثبيت البرامج ومن شبكة الطابعة وكل شيء، وننتظر إلى التحقق من برامج ثابتة. راح نسرع لكم
الفيديو مشان ما يطول كثير، فخليكم معنا. والآن انتهينا من التحديث، وموجود تحديث برامج التالية، موجود تحديث إذا بتكو تحطوا تجاوز، إذا بتكو تحطوا التالي. فهذا يعني بيتيح لكم أنه بتحملوا آخر نسخة من برنامج إبسون، فبنحط التالي. فالآن يقوم بالتثبيت. فالآن ننتظر حيث ينتهي من التثبيت وحاد تشغيل الطابعة وكامل. فهسه عم بيسوي ريستارت للطابعة، عم بتعرف على الطابعة، عم بيثبت البرامج، عم بعمل كل شيء مشان كلياته بكون جاهز عنا. الآن تحقق من النظام. والآن انتهينا من تثبيت وشبك الطابعة على الراوتر على الواي فاي، وهون إذا بدكم تشبكوها على الموقع إبسون فما في داعي. فهاي البرامج عنا ثبتت الموجودة عنا اللي بدنا نحتاجها كاملة. برامج موجودة عنا كالتالي. فالآن بنروح على برنامج سكان طابع، برنامج سكينر، مشان منجربه مع بعض ونشوف كيف بدنا نعمل سكينر وكيف بدنا نجرب البرامج التالية. فخليكم معنا. فهاي هون عنا طلع السكان. فهاي هون عنا اعدادات هاي للورق E4 E5. فهون عنا وضع المستند، وضع الصور اذا بدكم تطلعوا صور، اذا بدكم وضع المستند بتحطوه. فهون الالوان عنا الوان ابيض اسود، الوان اللي بدكم اياها. فهون عنا الدقة، كل ما كانت الدقة اعلى كل ما كانت جودة طباعة الصفحة او عمل السكنر كل ما كان جودتها افضل. فهون عنا مشان انحراف الورق، مشان يكون عقد الورق كامل. فهون عنا تنسيق PDF اذا بدنا نعمله، اذا بدنا نعمل وورد، اذا بدنا نعمل صورة. فهذا هو كالتالي. وهون اسم ملف اذا بدنا نعمل له سكن نكتب اسمه. فهون وين بنحمله بالمستند بالصور، وين بنحمله. فالآن نعمل مسح ضوئي. فالآن ننتظر حيث سينتهي من مسح الضوئي، وسنرى كيفية عمل مسح الضوئي. الآن انتهينا من مسح الضوئي، وهاي صورة تجريبية تقريبا من المسح الضوئي. فهيك طلع عنا السكنر. فبنحط تجاهل للصورة، ننتقل للبرنامج التالي. فالهو ننتقل إذا في عنا صورة، في عنا مستند فبدنا نطبعه. في عنا هون صورة فبنحط طباعة الصورة على الطابعة. فهون عنا وضع الصورة أفقي عمودي فتجريبي يعني تقريبا. فهون عنا جودة الطباعة، هون عنا A4 A5 الورق. فحاليا انتقل البرنامج التالي، هو افضل برنامج في طابعة إبسون، الفوتو. اذا كان في عندكم صور شخصية بدكم تطبعوها، صور شخصية، صور طبيعة، صور لكم، فهون الموجود عنا حجم الورق A4 A5 اذا بدكم تطبعوا. كمان صور للهوية، صور لجواز سفر، كمان تقدروا تعملوا هون فوتوشوب ولين. فهون ننتقل لهاي الصورة مثلا. فهاي الطابعة بنحط وين الطابعة بيتنا. فهون حجم الورق بنحط حجم الورق A4 A5 اللي بدنا اياه. فهون مصدر الورق اللي بنحطه، فهون جودة الطباعة بنحط جودة الطباعة كيف جودة الطباعة، طباعة عالية، طباعة خفيفة، طباعة متوسطة موجودة عندنا. فهون عندنا الصورة بنقوم بتصغيرها بتكبيرها بحجم، حسب حجم الصورة عندكم، حسب كيف بدكم اياها، كبيرة صغيرة على قد الصفحة. فهون بنقدر نتحكم فيها، بنقدر نعملها مثل ما بدنا. فهون بنظبط الصورة احنا. فهون اذا بدنا نخططها بنعمل خطوط متقطعة. فهو إذا بدنا نعملها ملونة أبيض وأسود،
مثل ما بتكون انتو يعني. هون عندنا اذا بدنا نضيف صورة بدنا نعمل اكثر من صورة مع بعض. هون بدأ الطباعة، بس نخلص من الصورة بنقدر نطبعها. على واجهة الطابعة وكيفية استخدام مميزات الطابعة أساسية، وقمنا بطباعة مستندات تجريبية تأكد من جميع الوظائف تعمل كما ينبغي. وأخيرا أتمنى أن هذا الشرح قيم بالنسبة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة فلا تترددون في طرحها في قسم التعليقات أدنى. شكرا لكم للمشاهدة، وأتمنى أخيرا كل من شاهد الفيديو واستفاد منه أن يضع لنا لايك واشتراك. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم.